السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا جزء جديد من الحديقة العمومية اللي راهي قيد الأشغال بمنطقة الحي الأعمال ببر الزوار. إذن وهنا رانا في الجزء الجديد اللي يعتبر توسيعة للحديقة اللي راهي موجودة بالقرب من مركز الأعمال، المركز التجاري، اللي نشاهد المركز التجاري على الجهة اليسرى. وهنا رانا منطقة بعيدة عن المركز التجاري حوالي 300 متر، وهنا نلاحظ انه فيه اشغال جديدة لمنطقة جديدة لتهيئتها. اذا وهنا نزيد من الداخل ونشوف. نلاحظ انه في منطقة هنا في اشغال نتاع نافورة كبيرة او في حوض مائي راهي الاشغال فيه. إذن هذه هي جديد هذه الحديقة الثانية نتاع حي الأعمال في باب الزوار. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.